وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير الأمني والعسكري العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، أمس العبادي نفى وجود القوات الأجنبية في العراق بشكل كلي، واليوم البرلمان يصوت على قرار لإخراج القوات الأجنبية من العراق، بمن نصدق برأيكم؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله. أنا أعتقد بأن التصريح الذي صدر من البرلمان هو يعطي حقيقة الموقف لهذه القوات المتواجدة على أرض العراق. حقيقة هذا القرار جاء متأخر جدا للبرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية، لأنه دائما عندما تأتي قوات خارجية إلى أي بلد من البلدان يجب أن تكون هناك اتفاقيات تنظم عمل دخول هذه القوات والأماكن التي تتواجد فيها، إضافة إلى المدة وإلى مهام هذه القوات التي تدخل في هذه المناطق. ولكن دخول القوات الأجنبية إلى العراق بعد عام 2003 أصبح مستباح لكل من أراد الدخول إلى هذه البلدان، وبالتالي دخلت القوات الأمريكية ودخل التحالف الدولي للعراق بدون إبرام اتفاقيات مع حكومة بغداد، بحيث تعرض هذه الاتفاقيات على البرلمان ويتم المصادقة عليها. وإذا كان الوضع في تلك الفترة لا يسمح بأن تكون هذه الإجراءات، كان يجب أن تكون هذه الإجراءات بعد مدة وجيزة من دخول هذه القوات. ولكن مع هذا يثبت بأنه أن القوات القتالية المتواجدة للقوات الأمريكية على أرض العراق ما يقارب أكثر من 8992 جندي أمريكي، من ضمن هذه القوات ما يقارب 5000 جندي أمريكي هي تقوم بمهام قتالية مختلفة. لذلك أنا أعتقد بأن هذا القرار هو قرار متأخر، وإن كان هذا القرار قد يكون بدفع إقليمي أو بدفع دولي من أجل إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. طيب، يعني البرلمان عندما يصوت على إخراج القوات الأجنبية من العراق هذا إقرار بوجود تلك القوات في العراق، لكن أين أحاديث حيدر لابادي بأنه لم يشارك في القتال أي جندي أجنبي؟ وأين أحاديث قادة الميليشيات الذين كرروا فيها أنهم دحروا الاحتلال؟ نعم، هذه التصريحات لا تعدو عن دعايات إعلامية أو دعايات انتخابية الآن. يعني إذا ما أردنا أن نتكلم عن الحكومة فأنا أعتقد بأن الحكومة هي غير صادقة، لأنه كانت هناك تصريحات للقيادات الأمريكية باشتراك كتائب للمدفعية الأمريكية في الحرب في تنظيم الدولة، يضاف إلى ذلك استخدام القوة الجوية استخدام مفرط وكبير جدا، بحيث اضطرت هذه القوات إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، الفسفور الأبيض وما إلى ذلك. إذن نحن نتكلم عن قوات تشارك، سواء كانت قوات جوية أو كانت قوات أرضية، إضافة إلى هذا بأن المستشارين كانوا يرافقون كثير من هذه القطاعات، وقامت كثير من القطاعات الأمريكية بمهام إنزالات خاصة في سد الموصل وفي الحويجة وفي حصيبة وفي مناطق أخرى. إذن هذا الكلام الذي يقوله العبادي هو غير صحيح. أما الجانب الآخر بأنه العبادي يقول بأنه الميليشيات هي التي أخرجت، الميليشيات لم تخرج الأمريكان في عام 2011، من أخرجتها هي المقاومة التي كانت في المناطق السنية حصرا. يعني حقيقة هذه المقاومة هي التي أجبرت القوات الأمريكية على التقهور وعلى الانسحاب في عام 2011، وبالتالي الآن من يقدم الدعم الجوي للميليشيات على الأرض هي القوات الأمريكية. إذن ليس هناك خلاف كبير جدا كان بين الميليشيات وبين القوات الأمريكية منذ عام 2003 وإلى الآن. الآن هذا الدفع لهذا الخلاف هو بتوجيه إيراني واضح المعالم. طيب سيادة عقيد، يعني اليوم البرلمان العراقي أصدر قرارا يوجب حكومة العبادي بعمل جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية من العراق وإخراجها بشكل كلي، لكن هناك تصاريح في الأيام الماضية عن بقاء قوات الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 20 سنة مقبلة، وأنهم لا يحتاجون إلى أي تفويض من أي جهة كانت. كيف سيكون التعامل الحكومي في بغداد مع هذا التصريح؟ نعم، بداية دعني أشير إلى أنه الحكومة العراقية فشلت بإخراج القوات التركية المتواجدة في بعشيقة، فكيف لها الآن أن تقوم بإخراج القوات الأمريكية التي كانت هي الطرف الرئيسي في عملية استعادة المدن التي سيطر عليها تنظيم الدولة من خلال الدعم اللوجستي والدعم العسكري؟ أنا أعتقد بأن هذا الأمر طالما أنه تم تحويله إلى حكومة العبادي، فأنا أعتقد بأن العبادي يمر الآن في موقف حرج جدا وفي أضعف مراحله، كون بأنه إذا أراد أن يتخذ
يتخذ مثل هذا الإجراء فأعتقد فإنه لن يكون هناك دعم أمريكي لولاية ثانية للعبادي، وإذا لم يقم بهذا فأنا أعتقد بأنه سيكون هناك تخلي عن العبادي من قبل داعمين آخرين من قبل إيران ومن قبل وما إلى ذلك. لذلك أنا أعتقد بأن العبادي غير قادر على أن يتخذ هذا الأمر، وسيحول هذا الملف إلى الحكومة القادمة للتعامل مع ملف القوات الأمريكية في الفترة المقبلة. التوقيت بالنسبة للقرار الذي أصدره البرلمان كيف ترونه برأيكم؟ نعم، هذا القرار أنا قلت بأنه هذا بدفع خارجي، الدفع الخارجي نتيجة الضغوطات التي تمارس الآن على النفوذ الإيراني في سوريا وعلى انسحابها من سوريا وفي العراق. يحاولون الآن بالضغط على خروج القوات الأمريكية، كما أنه الآن تصاعد الخلاف ما بين أمريكا وروسيا في المنطقة، قد يكون هناك دفع دولي لهذا الملف بتحريكه لعملية إحراج القوات الأمريكية بالخروج من العراق أيضا. لذلك أنا أعتقد أن هذا التوقيت هو محرج جدا بالنسبة لحكومة بغداد ومحرج جدا بالنسبة للقوات الأمريكية حول الإجراءات التي كنت تتخذ بعد ذلك. الخبير العسكري والأمني العقيد الركن حاتم الفلاح، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.